وحيدة اللي دارها بولتا مزعم حتى واحد ليبيا السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه التغطية حول عملية بركان الغضب ووادي الدوم 2. هذه العملية التي أعلنها الجيش الليبي لصد عدوان ميليشيات الإجرام وعصابات حفتر الغازية لجنوب طرابلس، ونرصد في هذه التغطية آخر مستجدات وما يتعلق بها من ردود الأفعال المحلية والدولية. ربما من آخر هذه الأخبار ما صرحت به بعض المصادر بخصوص الفرنسيين الذين تم احتجازهم في معبر راس جدير بأن هؤلاء خبراء من الجيش الفرنسي كانوا يعملون في قاعدة الوطية. ويقول المصدر أن الفرنسيين 13 فروا إلى تونس بعد سيطرة قوات الوفاق على منطقة العزيزية. أيضا أن هؤلاء فروا إلى تونس عبر طرق برية غير رسمية، واثنان منهم وصلا بحرا رغم عثور الجمارك التونسية أسلحة مع الفرنسيين، إلا أنهم غادروا عبر مطار جربة بعد تدخلات عليا. إذا لا زالت هناك ردود أفعال حول هذا الخبر. ومن آخر الأخبار الميدانية أيضا وقوع قصف على قوات الجيش الليبي في بوابة الهيرة نتج عنه شهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يسلي أهلهم ويجعل عليهم السكينة والصبر والسلوان. وبهذه المناسبة أيضا تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر في ميدان الشهداء على شهداء هذا القصف، وهم من الأبطال الذين تقدموا الصفوف دفاعا عن الأعراض ودفاعا عن الدولة وعن ضد هذه القوى الغاشمة الغازية لمدينة طرابلس. سيكون معي في هذه الساعة من التغطية الدكتور محمود عبد العزيز عضو مؤتمر الوطني العام، وأيضا الأستاذة السيدة بهيجة المشارقي من سيدات المجتمع المدني بطرابلس. ولعل جاهز دكتور محمود. السلام عليكم دكتور محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الشيخ عبد الله. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور ربما لو نبدأ بأولا ستقام صلاة الجنازة على شهداء القصف الذي حدث البارحة أو أمس على قواتنا في بوابة الهيرة، وربما هؤلاء الشباب الذين كانوا في مقدمة الصفوف من الذين يدافعون عن أهلنا في المنطقة الغربية وعن طرابلس وعن الدولة المدنية، تقدموا هذه الصفوف وكانت هذا القصف ربما نتج عنه شهداء، حوالي 6 شهداء. ستكون صلاة الجنازة في ميدان الشهداء اليوم بعد العصر. تحية طيبة لك أخي ولضيفتك الكريمة. لا شك أن مواقف العز والدفاع عن الشرف والدفاع عن العرض والدفاع عن الدولة التي ننشدها جميعا، هذه المعركة تروى بالدماء ولا يتقدم لها إلا الأباة الأشاوس الذين تربوا على العز والذين يبتغون فيما آتاهم الله الدار الآخرة، والذين هبوا عندما رأوا أن جحافل الهبود تتقدم نحو طرابلس. أخي أسأل الله العظيم أن يرحمهم وأن يرفع مقامهم في عليين وأن يجعل أرواحهم في حواصل طيور الخضر في أعلى عليين. أخي عبد الله، الحرية وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. الحرية تنتزع ولا تنال، الحرية لا تهب، الحرية لا تهدى، الحرية لا تعطى منة من أحد.
الحرية قيمة غالية ينتزعها الأباة الأشاوس، ينتزعها الأحرار من يد الجلادين. هذه القوات التي أتت قطعت 1000 كيلو لترضخ عاصمتنا الحبيبة ولترضخ غرب ليبيا، ليستقيم لهم وليستقر لهم حكم هذه العائلة الظالمة التي أرادت أن ترث حكم القدافي وعائلته. هذه القوات التي أتت من 1000 كيلو تريد أن تعيد الاستبداد والديكتاتورية والظلم إلى ليبيا، لأن هذا المتمرد يحلم بأن يتأر من القدافي. لم يعطه الثوار فرصة أن ينال من القدافي، فيرى بأن تأره من القدافي ومن الشعب الليبي أن يحكمهم أو يقتلهم. ولكن لم يحسب حساب لهؤلاء الأباء، لأنه لم يحسب حساب لهؤلاء الأشاوس، وبالتالي ها هم يقدمون الأرواح، ها هم يقدمون المهج للدفاع عن مدينتهم وعن دولتهم وعن أعراضهم وعن شرفهم وعن نسائهم. وصلى الله يتقبلهم برحمته، آمين، وأن يجازيهم عنا خير الجزاء، وأن يحشرنا في شفاعتهم بإذن الله. آمين يا رب العالمين. والحقيقة أن كما نأسف لسقوط ضحايا نتيجة هذا العدوان الغادر، ولكن عزاؤنا أنهم يقاتلون في سبيل قضية الدفاع عن الوطن وفي سبيل الله، وليس من أجل مجد شخصي لهذا الأسير المهزوم الذي يجعل من البلاد مرتعا ونهبا للمخابرات ولا الأجندات الخارجية. هذه نقطة مهمة جدا. نحن نرى أن القوات الغازية تقول تعاند المشير تروح تشير، يقولون نحن جيش خليفة حفتر، صور المتمرد معلقة على سياراتهم، أولاده هم الذين معهم والذين يزجون بهم في هذه المعركة، أما شبابنا سبحان الله لا يلهج إلا باسم ليبيا وفي سبيل الله، لا نجد صورة أي مخلوق مرفوع على أي سيارة، وإنما يقولون نحن ندافع عن الدولة المدنية وعن ليبيا. هذا الفرق بين الفريقين، هذا الفرق بين الفسطاطين أخي عبد الله. وبالتالي لكل إنسان يراقب المشهد عليه أن يزني، هل توجد صورة لأي، هل وجدنا صورة لفايز سراج، وسام الزويدي، باشاغا، مانيش عارف، نوري بوسهمين، الشيخ صادق الغرياني، كل الذين يتهمونه، هل وجدنا صورة مخلوق أي كان على سيارات قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي الذي يتبعها؟ بينما في الطرف الآخر أخي الصور إن لم تكن معلقة على السيارة من الزجاج أو من الجنب نجدها في داخل السيارة، عندما ترى تسجيلاتهم وفي فيديواتهم كلهم يعني لا تجد إلا المشير المشير المشير. يا عمي ريحنا، يا عمي معاش نبو حكم عائلة، يا عمي خلاص في دم، معاش الليبيين أنسوا إنه يحكمها عائلة ولا يحكمها فرد. بتجي تقول ليبيا أهلا وسهلا، أنت لك صدر الدار، تفضل خش الداخل في قعر الدار، ما تقعمزش في الشارع بكر. لكن إذا كان أنت تفكر، إذا كان أنت تفكر إنك ستعيد حكم العائلة، أو أنك معلق صورة أي شخص. أنا أخي عبد الله هنا أرجعكم إلى ما قالوه أكبر أعدائنا اللي الآن يهاجموا فينا للأسف. هذه وحدة السميرة، هذه شو اسمها، تطلع الآن شفتها مدايرة تشتغل في قناة الوسط، هي ناشطة اللي تشكي تقول في كلام بذيء، اللي ضربوها في بنغازي، لو تسعفني باسمها والله ما نتذكرها. والله يذكرت. إيه. نعم الاسم. قالت يجب أن أعترف. هي اللي قالت يجب أن أعترف إنها نزلت طرابلس. مهانة حد في المطار، وإنها تجولت في كل طرابلس لم تجد صورة شخص واحد. هذه المنتخبة على هيئة 60. والله ماني عارفها وين تخدم، لكن شفتها تخدم في واحدة من القنوات اليومين اللي فات. أنيك، وهذه رأي أكبر المحرضات. هذه أكبر المحرضات على يعني. والله يجي لقب على لساني. المهم طيب الشاهد الشاهد أن هذه شهادة الأعداء فينا. هذه شهادة الخصوم، هذه ظاهرة يا دكتور، هذه لا تحتاج شهادة. الآن قضية ليس مجرد
إذا كان يعني لما تقول لهم فلان قال ما هو للأسف نحن نتعامل مع مجموعة من المغفلين اللي في الطرف الآخر. ما نحكوش على جمهورنا اللي فهم، نحكو على الجمهور الآخر اللي مش فهم ونقولوا له راهو الناس اللي جت اللي خصوم طرابلس وخصوم حكومة الوفاق خصوم المؤتمر وخصوم فبراير يقولوا بصراحة احنا صح ضدهم، لكن يكفي ان عندهم ميزة مش موجودة. شن هي الميزة؟ قالوا الميزة انك تلف طرابلس بالكامل ما تلقاش صورة شخص مرفوعة، بينما في بنغازي وفي المنطقة الشرقية تقول تدهور في الانستغرام تاع خليفة حفتر. اي نعم. يعني هذه تكفيني. هذا معناها ان احنا عندنا قضية، احنا عندنا مشروع دولة، احنا ما عندناش مشروع حكم عائلة. ونفتخر ويجب ان نموت كلنا في سبيل ذلك اذا استوجب الامر، يجب ان نضحي في سبيل ذلك لان هذا يستاهل التضحية. لكن يا اخوي تضحي في سبيل عائلة ولامس مقدمين في جوازات قبرصية. نعم. ولامس يحولوا في الملايين. يجي تو يقول لي تو بعض الناس والله يا دكتور يعني تخفف من خروج الإعلام. ليش نخفف من خروج؟ شن آخر ما بيوصل فيها؟ والله طالعين مظاهرة ثلاثة أنفار في مال طرف ويرفعوا ضدي قضية، والتريس اللي تموت إحنا باش خير منها. بالعكس إحنا أصحاب مشروع وإحنا أصحاب قضية وقضية عادلة بشهادة الأعداء. نعم. بشهادة الأعداء قضيتنا عادلة وقضية سامية. لا ما فيهاش أشخاص، ما فيهاش بشر. أقسم بالله يا شيخ عبد الله حاسديننا في موقفنا هذا، أقسم بالله. ليش؟ لأن هم الآن رأوا لي فيهم عدل شوية حاسديننا، أما الدواب المساكين والمغفلين فوتن، لكن الناس اللي فيها عدل وتورط. لذلك يا دكتور ربما لا يعني لا يوجد لدينا أي حسابات ما دام شبابنا في الميدان وفي الصفوف الأمامية، فتسقط جميع الحسابات في سبيل دعمهم ونصرتهم والدفاع عن قضيتهم. ليست لدينا أي حسابات وليس لدينا أي أجندات. أجندتنا الوحيدة ونكتبها بالبند العريض ومستعيدا نفنى في سبيلها ونقف أمام الدنيا كلها هي ليبيا حرة ديمقراطية يحكمها صندوق الانتخاب والشعب الليبي يقرر الحرية للجميع. ما فيهاش حكم ديكتاتور، ما فيهاش استبداد، فيها الحرية للجميع، الحرية للجميع دون تصنيف ودون إقصاء، للجميع وبالجميع. هذا مشروعنا وقولوا فينا ما تبوا، لكن الواقع يصدقنا أو يكذبنا. الواقع يصدقكم أو يكذبكم. لا. أنتم تقولوا أن أنتم لديكم مشروع دولة، مشروع الدولة، وأنتم حتى السيارات ترفع عليها في صور شخص، حتى التكشيك متاعكم الفن التقليدي متاعكم، حتى غناوي العلم. أمس واحد بعت لي فيديو واحد عليه هو حسه يغني يا المشير يا المشير. احنا بفضل الله لا عندنا إذاعات تطبل لي شخص. بالعكس الآن في وسط طرابلس تسب السراج، تسب المفتي، تسب الشاغل، تسب مصراتة، تسب غنيوة، سب هيثم، سب كارة، سب اللي تسبه، ما فيش واحد يحط عليك صبعة. لما توصل في أمن ليبيا لا يقولوا لك هنا سب فلان برا سبه، وكانت لقيت انت وياه تعارك انت وياه ملي. لكن سب ليبيا او تهدد أمن ليبيا لا، هنا نحطوا الكليب شات في ذلك واضحة الصورة. في الشرق في المناطق اللي واقع تحت سيطرة المتمرد شيخ عبد الله هم قالها مش أنا. قالوا منشور في الفيس ضد المشير تمشي الحبس. نعم. هذه هم قالوها. فتخيل ان هم بدأ ونزيدك من الشعر بيه. ما هي انت ينزل واحد يقول لك كيف، نقول لا عندك حق. تعال نشوفه طرابلس من فيها كل واحد قال كلمة على المشير إذا لم يعتقل فبيجي يهرب لطرابلس، يهرب طرابلس يسب حفتر، يسب السراج، يسب الكارة، يسب غنيوة، يسب هيثم اللي تقولوا عليهم ميليشيات. وإحنا مش موافقين على الوضع للأمانة، وإحنا لينا ثلاثة سنوات راهو نقولوا في الكلام هذا وإحنا نعتبره معارضة يا شيخ عبد الله. لكن هذه هي الحقيقة. أنتم مع وجود طبعا مع وجود بعض المخالفات، مش ما يقولوش لا انت الامر ليس على اطلاقه،
لان احنا الدوله في حاله سيوله والدوله لم تبنى بالصوره الكافيه. لكن يا سيدي يقولوا حتى الهم فيما تختار. اما انت تجي من غادي تقول لي انا من قيم الدوله، اي دوله؟ لذلك يا دكتور، دكتور هناك فرق في المعارضة السياسية في جميع دول العالم، توجد حكومة توجد معارضة تقابلها، لكن عندما تتعرض الدولة إلى خطر وإلى حرب فالكل يقف موقف موحد وفي صف واحد للدفاع عن الدولة. بالضبط. أنت الآن هو شوف المفارقة العجيبة، هم جايين رابطين كنادرهم ومتحزمين أسلحتهم يا أخوي عبد الله، وبعتهم المتمرد وأولاده علشان يموتوا في سبيله، راو كذابين ولا مغفلين، لا يموتوا في سبيل ليبيا ولا يموتوا في سبيل الله ولا يموتوا في سبيل القضية، كذب، قاعدين يموتوا في سبيل حفتر. كيف أنت تقول في الكلام هذا يا دكتور محمود؟ هنقول لك أنا أكبر المؤيدين لما يسمى بعملية الكرامة، أكبرهم وعلى مستوى عالم، محمد أبو يصير هو المستشار، حفتر نعم، ولا السابق. نعم ايه السابق، ايه السابق، ماشي الحال. هذا شن قال؟ قال بصراحة النموذج اللي بناه حفتر في بنغازي هو نموذج قمع، استبداد، ديكتاتورية، قتل، دمار. هذا المستشار متاعه، ما يقدرش واحد يقول بويصير ما هوش عقولي، ما يقدرش واحد يقول بويصير ما هوش ابن بنغازي، ما يقدرش واحد يقول بويصير مش متعلم، ما يقدرش واحد، والأهم إنه يقول بويصير ما هوش من أركان الكرامة، أركان، ما هوش شخص عادي. تخاف يطلع إخوان ولا شيء حتى هو؟ والله هذه مشكلته، ما هو هذه مشكلته، توني قاعد نقول في الواقع. إذا كان الجارديان، من زيدك. نعم. أنا هذا واحد، اثنين، محمد الحجازي، هذا وصلوا لي رتبة رايد، علق رتبة رايد شايفها بعيوني، تو منزليننا في الأمر القبض رئيس عرفة واحدة. هذا كان الناطق باسم الكرامة، وكان يزور في المحاور نتاعهم، وكان بصراحة أقولها كان يشجع على القتل والدمار في بنغازي ويفتخر بذلك، بل أصيب ومورينا كيف يتم يتعالج من بعض الشظايا. اليوم يقول يا جماعة راني كنت غلط، راه هذا ما عندهاش مشروع للقتل والدمار، وهذا من هو؟ منين؟ حاسي من كيف يقولوا من قعر البرمة، عرفته؟ هذا له إخوان وله مقاتلة وله طرابلسي وله من الغرب وله من المؤتمر الوطني وله من دار الإفتاء. هذا اللي كنتوا تقولوا فيه في الشعر، أنا سامع أشبه شنو يقولوا يا حجازي، يقولوا فيه في الشعر. اليوم الراجل طلع وقال ان شاء الله تسامحوني ووضعي 1 2 3، وراه هادو بيحملوا مشروع قتل ودمار وكذا. بعد نزيدك ولا الامر ممكن هذا يعني واضح الان، وقد خرج هؤلاء كثير منهم، خرج على الشاشات وتحدث عن جرائم حفتر و ذكر مساوي هذا الرجل. لكن الآن لو دعنا ننتقل إلى موضوع آخر. دكتور محمود الآن القضية حقيقة، وكنا نتحدث عن، والغرض من ذكر هذه الأمثلة هو بيان أن القضية التي ندافع عنها هي قضية وطن ودفاع عن حق وعن الدولة، بينما الطرف الآخر يقاتل من أجل هذا العجوز الخارف أسير المهزوم حفتر، وليس من أجل قضية، وليس، وهذا شيء واضح. لكن دعني أنتقل إلى شيء آخر يا دكتور. هذه اللي نبي نقولها، راه مش الغرض ان احنا نقول عارفين ان حفتر مجرم وعارفين انه قاتل وعارفين الدمار ويشوف فيه، لكن انا اتكلم عن المشروع. نعم. ان الناس هذه ظنت ان حفتر عنده مشروع، ظنت ان هذا المتمرد الاسير عنده مشروع بيقدمه لليبيا والليبيين، فوجد ان المشروع قتل بلا حدود، دمار بلا حدود. لما جو لطرابلس، صحيح في الحاله مش مثاليه، ولكن جو يقو دولة، يبغوا حرية، حرية يا رجل، مش عارف، الحرية رأي أغلى قيمة في الحياة، لا يوجد قيمة أغلى من الحرية، لا أكل، لا شرب، لا، ما فيش أغلى من الحرية. ولذا من ضاعت حريته، الإنسان لما يسجن أخي عبد الله، لما يسجن يقول لك خذ مني اللي تبيه. مليون المليارديرات السعوديين لما سجنوهم وين؟ في الريتز كارلتون. اللي ما يعرفش الريتز كارلتون، هذا من أرقى الفنادق على الإطلاق،
حبسوهم الامارات السعوديين ورجال الاعمال حبسوهم في الريتس كارلتون. قالوا لهم تبي تروح نازل عليه ملياراتك. قالوا لهم خذوا الشيكات المهم وطلقوني، لان قيمه الحريه راهو محجوز في الريتس كارلتون وقاعد امير وقاعد برنس وقاعد. لكن فاللي يعرف قيمه الحريه لن 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 يضعها في كفه اخرى ابدا. لن يضعها، لن يقارن بها اي قيمه اخرى، لن يقارن بها لا ماكله لا شراب لا طابور في مصرف، مع ان كلها من حقوق الانسان الطبيعيه، كلها يجب ان ندافع. ليبي يجب ان يعيش بكرامته في ليبيا. لكن انت تجي اليوم تبيني مشروعك العوده الى الاستبداد وتقعد تهرطق لي كلام فارغ؟ لا. طيب دكتور ربما الآن هناك أيضا شيء آخر أو موضوع آخر. الاجتماع القاهرة الثلاثي من أعضاء الاتحاد الأفريقي على رأس السيسي ربما أصدر بيان يعني رد عليه السيد محمد السيالة وزير الخارجية بأن هذا البيان تجاهل انقلاب المعتدي على شرعية الاتفاق السياسي وتعطيله لعقد الملتقى الوطني الذي يراه المبعوث الأممي، ويقول أنه يساوي بين المعتدي الذي يقصف بالطيران وصواريخ الجراد وبين من يدافع عن المدنيين والممتلكات. شيخ عبد الله هنا يعطيني شوية وقت. نعم. يعني علشان نبين حجم المؤامرة وأن المشروع راو ليس مشروع ليبي. المشروع ليس مشروع ليبي، وأن هذا المتمرد هو أجير مرتزق. أنت نفذ المشروع وإحنا نطلق يدك في ليبيا. أقسم بالله أن هذا هو المشروع. اجتماع القاهرة الثلاثي يبين ذلك بجلاء. طبعا هي كل المواقف الذخيرة المصرية اللي موجودة، المخابرات المصرية اللي على الأرض، الإعلام المصري الأجير، يعني كثير الشوارع. لكن الاجتماع الثلاثي يؤكد بما لا يدع للشك أن هذا المجرم هو أداة في يد مشروع مصري إماراتي سعودي فرنسي للسيطرة على ليبيا والسيطرة على خيرات ليبيا والعودة بليبيا إلى عصور الظلام. ليش مدعوش حد يمثل حكومة الوفاق؟ تعالوا وضحوا لنا الصورة. واحد، اثنين، شو اللي قالوه في الاجتماع؟ انتم شفتوا البيان بتاعهم ان تأييد لحفتر، وان ان السلطات طرابلس المعترف بها دولية واللي عندها قرار مجلس الامن، واللي انتم يا مصريين وانا اقولها على الملأ شاركتم بقوة في الصخيرات وكنتم أداة فاعلة، سفيركم كان موجود وبقوة في الصخيرات اللي هي أنتجت حكومة الوفاق. هؤلاء يبينون بما لا يدع مجال للشك أن كل السنوات الماضية كانت خداع في خداع. أنا أستغرب حقيقة من السيد سيالة إلى هذه الساعة أن ما قامش بعملين. أنا أستغرب وأستغرب وبشدة أنه لم يستدعي السفير الليبي في القاهرة. أنا ما نبيش نقول يقفل السفارة ويروح، لكن على الأقل للتشاور. للتشاور. هذا ترى لما نقول هيك هذا بروتوكولات سياسية متعارف عليها في العالم. اثنين أن يصدر وزير العمل اللي عندنا يصدر بترحيل كل العمالة المصرية واستبدالها ب عمالة تونسية وجزائرية غدوة. أقسم بالله هذا القرار سيجعل المصريين يعيدوا الحسابات. تصور. لكن للأسف وأنا أقولها بمنتهى المرارة أن حكومتنا ليست حكومة حرب يا أخي عبد الله. نعم. المفروض اليوم قبل المغرب ترحيل كل العمالة المصرية في غرب ليبيا، يمشوا وين يخدموا في شرق ليبيا المناطق اللي مسيطرة على حفتر، يسجدونها غدوة، وعدم قفل استدعاء السفير للتشاور وقفل كل المنطقة الغربية أمام العمالة المصرية، أو تبقوا أنتم غيروا موقفكم. والمنطقة الغربية راي فيها ثلثين سكان ليبيا،
واتسع 2 مليون عامل مصري، حل أزمة السيسي. للأسف الشديد حكوماتنا ما زالت محتشمة، ما نبيش نقول كلمة ثانية، ما تضطرناش نطلعوا الوحيد. طيب طيب الحكومة ما زالت محتشمة وما زالت لا تتعامل بحكومة حل. ربما هذا أيضا في سياق الضغط على هذه الدول الداعمة لمجرم حرب حفتر، يعني يصرح محمد بويصير أيضا المستشار السياسي السابق لحفتر يقول في للجزيرة مباشر، يصرح يقول أنه ومجموعة معه سيقومون بتحديد التعويضات المستحقة للمواطنين الليبيين الذين تأذوا من محاولة الانقلاب التي قام بها حفتر، وأنهم سيفرضون الحراسة القضائية على مصالح فرنسا الحالية في ليبيا، ومنها مبلغ نصف مليار دولار كونها دولة متآمرة وداعمة لهذا الانقلاب. خليني نقول لك شيء، هناك كثير من النشطاء يجهزوا في قضية ضد توتال الفرنسية مش نكونوا واضحين، ولو بقي يوم في عمرنا لن نترك فرنسا تهنى ولن تشتغل في ليبيا. احنا الان بنجيبوا اكسون موبيل ومنجيبوا الاكسودينتل ومنجيبوا غاز بروم ومنجيبوا تات نفت ومنجيبوا لوكويل والروس ومنجيبوا ايني الايطاليه ومنجيبوا الشركات الالمانيه والنرويجيه ومعاش فيه توتال فور جيت خلاص معاش نبوا حاجه اسمها توتال. هذا الان انا مانيش عارف، لو قلت لك ما يتعاملوش كحكومه حرب، ستيتمنت تصريح من السيد فايز السراج عاصم الله تعال هنا وقف لي اي تعامل لتوتال، توتال ضم شنطيكم سكروا مكاتبكم يطلع النائب العام يشمعها بالاحمر وريني يا فرنسا شن بتدير. فرنسا روحها في توتال، توتال احد ادوات فرنسا الاستعماريه. حاجه ثانيه، الشركات الادويه الكبيره اللي قاعده تشتغل سكرها مع فرنسا، ناخذ موقف اقسم بالله حيتغير الموقف الفرنسي في اسبوع، مجرد قفل بالشمع الاحمر مكاتب توتال طردهم اقسم بالله حيتغير الموقف الفرنسي. دير دعوه احنا يا رجل، هذه حكومه حرب. انا استغرب حتى ان لم يستدعوا سفيرنا في فرنسا يا رجل للاحتجاج. نعم السراج استدعى سفيره فرنسا وقال لها تاتي نادي سفيري تسكر اللي موجوده غادي فرنسا شن عندنا، سكرها السفاره ضم شنطيكم وروح. يلا عرف هيك، لانك انت الان وراه اذا لم يتخذ إذا لم تتخذ هذه الإجراءات يا سراج ويا سيالة ويا خالد المشري في خلال أسبوعين من الآن راح تكونوا في موقف حرج جدا دولي. نعم، وهذا ربما الوقت هو عامل حاسم أيضا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات لصالح الدفاع عن هذه القضية واختصار زمن وحقن أيضا للدماء، لأن كلما يعني قصر الوقت في هذه الحرب وانتهت بأقرب وقت فهي تحفظ الدماء من جميع الأطراف وإرجاع هذا المجرم إلى وكره. أخوي عبد الله، نعم أخوي عبد الله، تعرف لو اليوم تم الاجتماع اليوم وزير العمل والخطوط الليبية والأفريقية والبراق والأجنحة والراحلة والشركات الطيران العاملة، كل يوم نبي رحلة، كل يوم نبي رحلة طرابلس الإسكندرية طرابلس القاهرة لرد العمالة، حطها في الطيارة تذكرت علينا احنا ندفعها والله لو لقطوها النشطاء احنا فهم، واخواننا في شركة الخطوط مش هيقصروا وركبهم في الطيارات وردهم خلي ينزلوا له غادي في مطار القاهرة. أقسم بالله العظيم وأنا صادق أنه حيتغير. الآن الوضع المصري يعاني غليان، الأمن المصري غير مستقر. تخيل أنت لما تلمت له مليون واحد اللي موجودين في غرب ليبيا وترحلهم له، لما ترحل له 100,000 مش مليون، فوت المليون، 100,000 أنا لقته لك من شارع الشوك في بوسليم ومن عين زارة ومن كوبري قرقاش، لقط لك 100,000 مصري توا نطلع توا نمشي نلقطهم نعرف حتى وين يسكن واحد المساكن اللي يسكنوا فيها، حطهم في طيران وشوف القرار المصري. يا سيسي
هذا انت زيد اجتماع ودير الاجتماع ثلاثي افريقي وكذا، هاي شد ضعفك غادي يروح وين معاش نبي، وافتح دير القنصل نتاعنا في تونس، اخواننا التوانسة اللي بيشتغل اهوانا ليبيا قدام تعالوا اشتغلوا عندنا. ليش؟ لان المصريين هني يا رجل بيومية العامل المصري اليوم 100 و150 دينار، يعني انت تتكلم في مرتب مدرس مصري ل30 سنة في القاهرة ولا في بني سويف يوميته. اليوم لما بجيب مصري يدير لك يقطع لك عشب ولا ينظف لك جنانك ولا يطلب منك ما بين 100 و150، طبعا النجار مسلح ولا وليد. المصريين يموتوا في الصحراء علشان يجوا لليبيا، وراه ما يجوش يقعدوا في الشرق قليل جدا لان المنطقه الشرقيه ما تستوعبهمش. نعم. لكن يجوا كلهم للمنطقه الغربيه، يجوا لطرابلس تحديدا مصراتة كلها حطه وروح بيه. مع احترامي الشديد لاخواننا المصريين والشعب المصري فوق عيني وفوق راسي، لكن معلش انا الان في حاله حرب ولا نشتغل سياسه؟ انا ما نشتغلش، مانيش رانيني اؤمن بان الحدود غير موجوده محمود عبد العزيز وان الامه العربيه والاسلاميه واحده، لكن اليوم انا اتكلم كرجل دوله. نعم. انا اتكلم كقرار دوله في حاله حرب. نعم. ان في طيب يا دكتور ربما هذه الاجراءات ربما متبعه في كثير من الدول التي تعاني من ازمات وحروب، يعني لكن لو انت لو تنظر لتصريحات بعض المحللين في اعلام لا كرامة، هذا الاعلام الاماراتي الذي مخصص للجمهور الليبي، بعضهم يقول يحرض على طرابلس بقطع المياه والكهرباء وغير ذلك من الامور التي تؤذي الناس. نعم نعم، هذا للاسف ما قلت لك انا، لاني ليش قلت لك في معركه وان الحكومه يجب ان تشتغل بعقليه الحرب. لما نجو فواحد يجي يقول يا محمود فين جيت، طبعا يطلعوا لك البودريين عرفته والناس اللي هو ليبيا الى السلام، يطلع لي يقول لك باي والعامل فين جيت. يعني العامل قلت لك يا اخوي برا خلي حكومته تشغل، يعني ما تفلسفش علي الان وما تطلعنيش انك انت واحد. راوي الشيخ عبد الله مرات يطلع لك واحد في النص يطلعك على طوعك، الصبر كله والهدوء اللي تحاول تستجمع واحد. ما تجيش تقول لي لا لا، الان انا في حرب، الان انا استعمل كل الاسلحه المتاحه، احد الاسلحه المتاحه المشروعه. نعم. شد الواحد برا يلا. انا اطالب وزير العمل وزير الخارجيه اليوم ستيتمنت اليوم، رانا احنا يا اخواننا والله يا شيخ عبد الله الثانية لها ثمن اليوم، والدقيقة لها ثمن، والساعة لها ثمن. نعم. ما نتكلموش عليه ساعات ولا أيام. نعم. للأسف الحكومة، أنا أقولها وبشدة، وشيخ عبد الله أعطيني وقتي، رأي الحكومة لم يا دكتور هذا أمر واضح الآن. أبسط الأمثلة، لو أن مجلس الأمن يحزم أمره ويصدر قرار، المشهد ينقلب على يعني رأسا على عقب. يا سيدي يقول لك الان احنا صح اعترفنا بالصخيرات ولامس، لكن راهو الصخيرات اثبتت انها غير ذات جدوى، وبرا العوده الى ما قبل الصخيرات. طيب العوده الى ما قبل الصخيرات، عندك مؤتمر وطني وحكومته ما همش معترفين بها، معترفين ببرلمان برا، بعدين كيل والشرعيه نتاعك نقحها واشرب ميتها. اليوم يجب انك تتحرك، وما فيش حد يقول لك انت الثلاثه كام بالقانون الدولي، يعني نتكلم بالقانون الدولي بالاعراف الدوليه. اليوم انت الحكومه الشرعيه وانت راهو ما يحيك السيسي تحديدا وبدعم سعودي اماراتي كبير جدا، صح ان في هناك معارضه دوليه لي، الامريكان ضده، الطليان ضده، الروس الى حد ما ضده، الالمان بقوه، الانجليز بقوه، الاتحاد الاوروبي بشكل عام بقوه ضد ما يروج له السيسي مخابراته بدعم امارات السعودي. لكن انا اليوم هذه اجراءات عاجله المفروض. طيب دكتور اسلحه في المعركه، دكتور دعني الان تموت في الجبهه، انضمت الينا الناس تموت في الجبهه، يجب انك انت الاسلحه اللي في ايدك كخارجيه ولا كمجلس رئاسي ولا يجب انك تستخدمها كلها. دكتور عذرا المقاطعه، دكتور انضمت الينا الان السيده بهيجه المشارقي من سيدات المجتمع المدني بطرابلس. السلام عليكم سيده بهيجه. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بك سيدة بهيجة. في هذا الآن ربما في هذا الزخم والهجمة الغادرة من قبل انقلابي حفتر على الدولة، وما نشاهده ونتابعه
من مظاهرات ورأي عام داخل المنطقة الغربية لصد هذا العدوان. أنت الآن كيف تتابعين هذا المشهد؟ طبعا هذا هو الأيام هذه شغلنا الشاغل وهذا تفكيرنا كله من طبعا على الخطر اللي حطونا فيه. زي ما نعرف احنا ما معنى اعتدي علينا ما لناش أي معنى ما ليش أي معنى هذا الاعتداء اللي هو بيقول أنه هو بيحررنا مش عارفين بيحررنا من شنو. صح احنا كانت عندنا مصاعب ومتاعب زي اي جزء في ليبيا ولكن ما عمره يعني احنا نستجير من الرمضاء بالنار. يعني احنا شو ما شفناش صاير في بنغازي والتهديم والمشاكل وكلها والقتل والعنف وكلها لين احنا يعني نتمنوا هذا ما يجينا ويحللنا اذا عندنا مشاكل. احنا هادو ما يصح كانت عندنا الميليشيات لكن هادو اولادنا ما نرضوا ان نحطوهم بين ايدينا الورسلي وغيرها اللي لو اسروهم لا سمح الله شوف انت كيف يديروا فيهم. هم في النهاية يعني كنا بالتدريج كنا نلموا الصدع متاعنا وكنا نديروا حل لروحنا باقل الاضرار. أما لما يجينا سبحان الله بهذا الكم الهائل من السلاح ومن الغدر ومن الحرب هذه اللي فرضنا عليها مش فاهمين احنا علاش ليش. طيب سيدة بهيجة الآن ربما الآن ربما يعني رأينا كيف يقوم هذا المجرم بالقصف العشوائي بالجراد على أحياء مدنية يعني كيف ما صار في حي الانتصار. يعني ولولا لطف الله ثم تقدم شبابنا وقوات الجيش الليبي لكان استمر في هذا القصف. أكيد أكيد هو هذا المبدأ متاعه. ما هو إحنا عندنا يعني شفناه شندار غادي في عدة مجيئات في بغرادي. هل إحنا نرضو لنفسنا أن هو يدير فينا هذا سبحان الله؟ هل يبينا نرضو لبلادنا بهالهدم اللي هو شوف أنت إذا أنت هو خايف من الميليشيات ومن هذا شوفهم توا منو اللي قاعد هم وبصراته وكلهم كل جزء في طرابلس الكبرى كلهم قاعدين بدادلين النفس والنفيس باش يصدوه على العدوان متاعه. علاش احنا ما كناش في حاجة لي أبدا؟ ولا يعني نتمنى لبلادنا هدايا سبحان الله. طيب سيدة بهيجة ربما وأنت الآن ربما ابنة السيد الهادي المشارقي الذي شارك في الثورة الجزائرية ودفن بالجزائر يعني من سيدات المجتمع الطرابلسي داني نقول يعني تعبرين عن رأي أهل طرابلس ورأيناهم في المظاهرات الحاشدة التي خرجت رافضين لهذا الانقلاب ومشروعه الاستعماري المستبد فكيف هو رأي المجتمع في طرابلس خصوصا والمنطقة الغربية عموما؟ في يعني كل تقريبا الاغلبيه جدا اللي غير اللي يعني هو الاقليه الضئيله اللي هي مأيده ليه حتى هذه الاقليه توف عيونهم فتحت وشافوا شافوا بعيونهم شنو هو حفتر. انا نعرف ناس يعني ما كنتش يعني حتى نعرفهم كويس لكن ما نبيش نناقشهم هلبا لان ما نبيش يصير صدع في بناتنا يعني. لكن هاي الايام اثبتت لهم شنو هو حتى لو كانوا غافلين عليه. وفعلا مجموعه كبيره من اللي كانوا متعاطفين معاه تو عرفوا حقيقته وتغيروا 180 درجه. فاحنا انا يعني الحمد لله هذا شيء واقع ويشوفوا فيه كلهم بعيونهم. وشفت والعالم كله شاف قداش الشعب اللي في طرابلس الكبرى بكل جهه كلهم كانوا في الميدان كلهم رافضين للعدوان. كلهم يعني عارفين
فاهمين واعيين سبحان الله. صح عندي هلبة سلبيات من تقصير أو تقصير من المسؤولين، لكن احنا نتمنى أن هذا كله يتصلح. مش بالطريقة اللي بها حفتر أبدا. طيب سيدة بهيجة، الآن ربما رسالة أخيرة توجهينها لشبابنا الأبطال في الجبهات وفي المحاور، الذين ربما الآن بعضهم يستمع إليك وأنت تعبرين عن الأسر الليبية، لأن هذا ربما من أكبر الدعم لهم، هم لا يحتاجون أكثر من الدعم المعنوي من الأسر وخاصة من الأمهات. والله في الحقيقة يعني أنا حتى مش عارفة شنو نقول لهم، مش عارفة، هم يا ريت يعرفوا التقدير اللي في قلبنا ليهم والحب ليهم والتأييد ليهم والدعاء ليهم. يعني شباب زي الورد قاعدين مقدمين ناسيين مستقبلهم كل شيء، وشيء قوة غاشمة، قوة مش واحدة، قوة متأيدة عند الجهات سبحان الله. ومع كل هذا ما وخروش، قدموا روحهم وحطوا نفسهم في خط النار من أجل بلادهم، من أجل نحن، من أجل إخواتهم، من أجل عرضهم، من أجل أرضهم. هذو ما يا أولادنا اللي نتمنوا ليهم كل النجاح، ونتمنوا لهم أذى ما يصيبهم أي أذى، وإن شاء الله ربي يوفقهم. يعني هذو كلهم أولادنا كلهم. نعم، نشكرك سيدة بهيجة المشارقي من سيدات المجتمع المدني بطرابلس، نشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمود لك المجال في التعليق، ربما هذه الآن تعبر عن أمهاتنا وأسر الليبية في المنطقة الغربية. نعم أخي عبد الله، تحية لهذه الأم وهذه الأخت ابنة المجاهد الكبير الذي بتوصية من الجزائريين دفن في الجزائر، لأن دوره في ثورة الجزائر وبإشراف المجاهد أحمد بن بلة أحد قادة الثورة الجزائرية، دفن والد هذه السيدة السيد الهادي المشيرقي عليه رحمات الله في بلد المليون شهيد. أخي الكريم خلينا نقول لك شيء، ما لم يحسب السيسي و الإمارات والسعودية حسابه، وما لم يحسب المتمرد حسابه، أن لدينا مثل هذه السيدة، أن كل نساء ليبيا مثل هذه السيدة، أن كل نساء طرابلس وكل نساء مصراتة وكل يا أخي، أنا لدي الأخت أمال سليمان أحييها، مصورة صورة ابنها الوحيد وزوجها متوفي، ابنها الوحيد نزلته ومفتخرة به إن هو يقاتل في الجبهة، ابنها الوحيد. تخيل يا أخوي عبد الله، هذه النوعية من النساء ما همش حاسبين حساب إن لدينا هذه النوعيات، أن لدينا هذه الروح. لو تزيد عليها يا دكتور لو تزيد يا دكتور لو تزيد عليها أنها ما فيش حد أغراه بالمال ودفع له مرتبات عالية باش يذهب جاي. ولا بالتهديد هذه الآن معاكم على الهواء، قولوا لها إذا حكيم المشيرقي ما نعرفاش نشوف فيه في الفيس أكيد قريبها، فهم؟ إذا رأوا عائلة المشيرقي عائلة بحبحة، إذا في حد أعطاهم فلوس، إذا في حد أعطاهم مال، إذا في حد أقسموا بالله العظيم ما مدونهم 10 دينار، وأنا أقسم بالله الآن. هذه أختنا اللي حكيت لكم عليها، والله مسكينة ما نعرفها في الفيس، نشوف فيها منزلة صورة أولادها، قلت لها إن شاء الله ربي يحفظها ويروح ويحججك. هذه من اللي شنو اللي خلاها تفتخر؟ قالت لي منزلة صورة أنا أفتخر به. شنو وهو شنو ماشي؟ ماشي معقب لها فلوس، ماشي يقاتل في سبيل فلان، يقاتل في سبيل علتان، ماشي قال نادتني ليبيا، قال ليبيا بيردوها للحضيرة يا أمي، ليبيا بيردوها للاستبداد. بيخش لنا حفتر وصغاره بيعفس علينا بالجزمه، بيديرنا كيف جماعه بنغازي، معليش يا راو انا لما نتكلم بنغازي والشرق فانا اقصد لا اقصد الشرفاء، اقصد اللي ايدوا في الجزم، اللي ايدوا في البياده، الجزم اللي ايدوا في الجزم، عرفت؟
هؤلاء الذين أقصدهم، أما لا أقصد الشرفاء وما أكثرهم وهم الأغلبية الصامتة اللي الآن بالخوف، اللي الآن بالعنف اللي مسكتينها. أما 90% يا أخي عبد الله من بركة راهي مع الحرية وراهي مع الديمقراطية وراهي مع الدولة المدنية. وانتم شفتوا الواحد بكري قال اتصل بي واحد، اسمع هذا الشيخ عبد الله، قال له انت فلان، قال له لا مبين، قال له انت من طرابلس، قال لي قال بالله يا اخوي راني من بنغازي وبالله وصل الكلام هذا، رانا والله ما راضين، رانا نشوفوا فيكم تسبوا فينا وكذا، رانا والله ما راضين على الكلام. انا نقول لهم رانا والله ما نسبوا فيكم، والله حاشاكم، والله على العين منا والراس، وانتم اهلنا وانتم قبلنا مش بعدنا. لكن احنا لما نتكلموا رانا نتكلموا في مؤيدي هذه غزوه، لما نقولوا هبوط فإننا نقصد اللي جايين يقتلوا واللي يدعموا فيهم من مثقفين ومن اكاديميين ومن اعلاميين. لما نقولوا الهبوط ونقولوا الرعاة فلا نقصد اهل الشرق اللي هم افتاج فوق روسنا، وانما نقصد المجرمين القتله والمؤيدين لهم. هذا اخي عبد الله الان هذه امهاتنا واخواتنا من ترى قولوا شو اللي بيحصلوا شو، والله حتى الجريح نسأل الله أن يعافيهم، والله مرات كاملة تمشي تعالج على حسابك. لكن في حاجة داخلية اسمها ليبيا، في حاجة اسمها ليبيا نادت وإحنا لبينا النداء، في حاجة اسمها إن إحنا ما نرضوش يا جماعة، ما نستردوش حكم معمر القذافي وعائلته اللي قدمنا فيها آلاف الشهداء. نعم أخي الكريم، أنا فقط كلمة، أنتم تولي يطلعوا واللي يتكلموا وخاصة اللي يطلعوا على الفضائيات في نص دقيقة كلمة. دكتور ربما طيب أنا أختم الآن رسالة لكل من الآن، من خلاكم رجال وتطلعوا على الفضائيات وتتكلموا بحرية؟ من خلاكم شخصيات عامة وتتكلموا على الفضائيات وعندكم رأي ويستقبلوا فيكم ويستضيفوا فيكم في البرامج؟ مين لولا فبراير؟ أنا ما نبيش نسمي أسماء لأنهم أقل من اللي نذكر أسمائهم، لكل يوم طلعنا على القناة من الغرب ومن الشرق من ليبيا وخلاص. من اللي خلاكم بشر وتريس بين قوسين تطلعوا تقولوا في رايكم الا فبراير؟ اليوم تبوا استبدلوا معمر القذافي بحفتر، يفتح ربي. نشكرك والله، ما دام فينا نفس يطلع ويخش، وما دام عندنا حرائر زي امنا واختنا بهيجه المشيرقي وزي يمال سليمان وزي فلانه وزي علتانه وزي كذا واخواتهن زي اللي كانوا في ميدان الشهداء يوم الجمعه الماضيه، اقسم بالله ماكم حاكمين. نشكرك أقسم دكتور، اقسم بالله سنفنا نحن وابنائنا. ولما نقول ابنائنا ما تقولوش محمود في مالطا، لا، ابنائنا في الجبهات وبناتنا في الجبهات ونسائنا في الجبهات واخواننا في الجبهات واخواتنا في الجبهات. اقسم بالله ماكم خاشين. نشكرك الدكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام على هذه المشاركه، وايضا نشكر السيده بهيجه المشيرقي التي كانت معنا عبر الهاتف. نشكركم جميعا، كما نشكركم يا الاخوه المشاهدون، ولا زالت التغطيه مستمره، فكونوا معنا بعد قليل. وحيد اللي دارها.